الرب معكم أصدقائي. سلام يعبي قلوبكم وبيوتكم وينعكس على عيالكم وعلى كل الناس اللي حواليكم. نهار مبارك. حلقة جديدة من كاري سرير معكم اليوم. بس اليوم مش معي ضيفة من الحلقات اللي بكون فيها لوحدي معكم. واشتقت هيك يكون اوقات في حلقات معكم دغري، لانه في كثير اشياء وافكار بحب هيك وصلكم اياها تكون قريبه من حياتكم اليوميه. بلشنا بحلقات سابقه حكيت عن الخزانات، عن التياب، وعن كل شيء عنايه بالقماش، وحكينا عن الضبضوب وكيف منظبط كل الأكسسوار اللي عنا بقلب الخزانات أو بعلب. وأكيد كل أفكار أكيد وصلت لكم وأنتوا عم بتنفذوها. اليوم كمان بضمن القماش حبيت أعطيكم عن شيء كتير مهم لازم كلنا نتابعه، كلنا يعني تكون هالاستشارة مفيدة وتطبقوها ببيتكم. كل قطعة منشتريها نحن من السوق، التياب شو ما كانت، منكون بيكون عليها بيقولوا لها فيش اتيكات او اتيكات محطوطة على التياب. ياما وياما اوقات بنتجاهلها، ما بنطلع فيها، منغسل القطعة او منكويها او بشي طريقة، منشوف هالقطعة يلي دفعنا حقها كتير غالي، خسرناها، يا حلت يا زمت، يا بالكوين لطعت او احترقت. هيدي الاتيكات يلي على التيب دايما دايما لازم تطلعوا فيها وتقروها منيح. اوقات كتير منفتحها الاتيكات ومنشوف عليها لوجو ورسمات، يعني ما منفهمها كتير، ما بنفهم شو قصدين، وبنرجع منغسل منحطها بالغسالة وما بننتبه مزبوط على كيف لازم لحتى تضلها منيحة ومثل ما اشتريناها. هالاتيكات عطول بيكون عليها رسمات، وهيدي انترناسيونال، يعني اي قطعة من وين ما اشتريناها باي بلد اللي كان، ذات الشيء بيكون اللوجو مفسر بطريقة هي ذاتها. يعني اللوجو وقت بفسروه بانترناسيونال بكل البلدان ذات الشيء. رح بلش، جبت معي هيك أردواز صغير لحتى لكم وفسر لكم شو كل سين عه الاتيكات تبع التياب بيعني. دايما دايما منشوف هل خمس رسمات على الاتيكات للتياب. منشوف اول شيء جرن، في عليه جرن معبى هيك حاطين له مثل كانه مي، وتحته منشوف يا شحطه او شحطتين او ثلاثه. هيدا الشيء بيعني كل شيء غسيل لافاج، منشوف بالغسالات في محل بيكون محطوط لافاج مع شو بينزل تحت. هلا بحكي عنه. الرسمة الثانية يلي منشوفها كمان على الاتيكات يلي هي كاريه وبقلبها دويرة وبقلبها يا نقطة يا نقطتين يا ثلاثة. هيدي اللوجو بتعني كل شيء عصير، كيف بنعصر القطعة وعأي قوة عصر منحطها. منشوف كمان على الاتيكات سين يلي هو الدويرة لوحدها، يا بيكون قلبها بي يا بيكون بقلبها دوبلوفي. هيدي السين يلي هي بس بتخص المصبغة، يعني بس تشوفه محطوط هيك شيء عليها يعني القطعة ما بتتغسل، بتروح على المصبغة. وما تكسروا راسكم كتير، هيدي البي يعني بتعني المصبغة بالغسيل العادي بالمصبغة السيك،
واللي التحتانية بيكون لازم يغسلها، مش قصاك بغسلها بالماء بس اكيد على طريقة المصبغة. يعني هيدي البي هون بس تشوفوها دغري، يعني لقطعة لازم تروح على المصبغة. كمان منشوف لوجو يلي هو المكواية، هيك شيء الرسمة المكواية بيكون بقلبها كمان يا نقطة يا اثنين يا ثلاثة. هلأ كمان بفسر عن كل شغلة شو بتعني. وآخر شيء هلأ الاتيكات الجديد بلشوا فيها من 2016، بحطوا زيادة هيدا السين يلي هو نشر، كيف الطريقة اللي مننشر فيها القطعة. شوفوا قديش هالاتيكات مهمة ونحنا ما منخدها بعين الاعتبار. لكن رح محي وبلش احكي عن كل وحدة لوحدة. اول سين يلي هي اللافاج يلي قلت لكم الجرن بيكون عاملين هيك فيه مي، وتحته بقلبه بيكون حاطين التمبيراتور او الحرارة. منشوف مكتوب بقلب هذا الجرن 30 40 50 60 70 80 لنوصل لل 95 يلي هي المي المغلية. اكيد ما بنستعملها غير لا مش للملون لا الابيض، لكن الحراره يلي بتنحط جوا انتبهوا لها كثير مهمه تنعرف على اي حراره هيدي القطعه بتتغسل. هاي بالنسبه للرقم يلي بيكون بقلب الجرن. هلا بالنسبه للشخويط، وقت منشوف شخطه وحده بيكون قطن مش بيحمل لافاج، يعني منروح على السيكل الناتورال العادي بيقولوا له سيكل نورمال. وقت منشوف شقطتين يعني منروح على سيكل سينتيتيك، بيكون مكتوب على الغسالة سيكل سينتيتيك، اكيد بيكون الوقت اصغر من اللافاج نورمال. اوقات منشوف ثلاث شخويط يلي هي للسيكل ديليكا، اوقات منشوف على الغسالة بيكون في عنا سيكل ديليكا خصوصا للقماشات السوال الحرير، الاشياء يلي بتكون كتير رقيقة، الصوف الدانتيل، هول كلهم بدون سيكل ديليكا. لكن هيدي اول لوجو يلي هو بخص كل شيء لافاج، كيف منغسل على اي سيكل منحطه. وهيك بتكون فسرت لكم اول لوجو منشوفه على الاتيكات. وقت منشوف جرن وحاطين بقلبه رسمين ايد يعني لافاج اما، تتاكدوا انه هيدي القطعه ابدا ما بتفوت بالغساله، الفيبر تبعها ما بيحمل غسيل وبرم بالطنبور وعصير على الغسالة، بتروحوا دغري على غسيل الإيد. وفي كمان منشوف هيدا الرسمة وحاطين عليها إكس يعني أبدا ما بتفوت على الغسالة، هيدا دغري أكيد بيكون في حدة مثل ما قلت لكم دويرة وبقلبها بي يعني على المصبغة، بتكون قطعة كتير دليكة ما بتحمل غسيل مي، بتبعتوها على المصبغة. هيدي لكن أول لوجو منشوفه على الاتيكات. وهيك صار فسرت لكم، صار عندكم فكرة كيف بتفسروا هل أول لوجو على الاتيكات. منروح على اللوجو الثاني يلي مثل ما قلت لكم بيكون فيه كاري وبقلبه دويرة، وهيدي اللوجو بتكون خصوصي للساشلانج للنشافة، كتير مهمة تنعرف حالنا إذا هيدي القطعة بتفوت نشافة إيه ولا لا. إذا ما بتفوت نشافة دغري منشوف عليها إكس يعني ما بتفوت نشافة أبدا. نرجع إذا شفنا هالكاري يلي هي خصوصي للنشافة وعليها نقطة يعني بتفوت عن النشافة أقل شي حرارة،
نقطتين الحرارة المويان، وثلاث نقط فينا نطلع فيها للماكسيموم يلي هون بيكون يمكن للجينز للقطن للقماشات يلي بتحمل. لكن هيدي اللوجو خصوصي للسيش لانج تتعرفوها، وديجا فسرت يا اذا اكس ما بتفوت للسيش لانج واذا عليها نقط صرتوا تعرفوا على اي حرارة. منفوت بتالت لوجو يلي هو بيحكي عن قلنا دويرة، وبقلبها بيكون يا بي يا دبليو. هولي كل شيء اختصاص مصبغة. وقت منشوف هالدويرة عليها اكس يعني ما بتنبعت مصبغة، فيكن انتو تغسلوها بالبيت. بالنسبة للبي والدبليو ما تكسروا راسكن عليهم كتير، هولي المصبغة بيعرف هو بس بده ياخذها ويغسلها تيشوف اذا بيعملها أساك ولا بيعملها بالماء، يعني هذا شيء اختصاصي المصبغة هو بذاته. كمان في لوجو كتير مهم يلي هو تريانكل، هذا كتير مهم يلي بيحكي عن اذا بنستعمل شيء للتبييض ايه ولا لا. اذا لقينا هيدا الاكس موجود يعني فينا نحط عليها، ما بدنا نقول اسم تنا ما عمل دعاية، بس فينا نستعمل يلي الادوات يلي بتبيض. اذا شفتوا هالاكس التريانجل على اكس يعني بحل، ما فينا نستعمل المبيض يعني على هالقماشة. هيدا كتير مهم لانه اوقات كتير في قصص بنحطها بالغسيل بنحط لها حرارة وبتحل على غير التياب، وبتطلع منشوف بعدين على الاتيكات حاطين لها اياه هيدا، بس نحنا ما منكون منتبهين. لكن هيدي كمان لوجو كتير انتبهوا لها. اذا منروح على اللوجو المكواية يلي هو منشوفه بهالرسمة، وبكون عليه يا نقطة، يعني منروح على نكوي القطعة على 110 ماكسيموم، يا نقطتين على 150 حرارة ماكسيموم، أو إذا حاطين لثلاثة يعني ماشي بتحمل وفينا نطلع لل 180 درجة بالكوي. لكن كمان الاتيكات حاطط لنا كيف طريقة الكوي تبع هيدي القطعة. أوقات كتير القطعة بنكون عم نكويها بتلطع وبتحتري وبتعمل هيك سواد، بيكون بقلبها في فيبر على نيلو، بنرجع بعدين بننتبه نحن انه حاطين على اي حراره لازم نكوي. قديش هيدي الاتيكات كتير مهمه، وقديش اغلبيه العالم ابدا ما بتطلع ولا بتعمل تشيك اب على هالاتيكات لحتى تعرف كيف بدها تتعامل مع هالقطعه يلي بنشتريها. بضل عنا لوجو يلي قلت لكم عن التنشير يلي هو كمان مفوتينه بقلب هالاتيكات، بيكون عنا كاريه هيك ونازل بقلبه مثل كانه القطعه منشوره. وقت بتشوفوا هيدي الرسمه يعني القطعه عادي فيكم تغسلوها وتنشروها بالشمس مثل ما هي معصورة بالغسالة. وقت منشوف هيدي الكاري عليها شحطتين، بتكون عم بقلكن انه هيدي القطعة فيكن تنشروها بالشمس على سنتر او معلقة بالملائط، بس عشرت ما تكون معصورة على الاخر، تكون بعد مبلولة مي، يعني ما نعصرها على الاخر، بدنا ننشرها هي ومش معصوره، تنزل المي هي ومنشوره على الحبل او بقلب تعليقه. هولي كثير مهمين تعرفوهم لحتى تعرفوا كمان بالنسبه للنشر كيف لازم يكون. كمان بنلاقي كادر وعليها شحطه بالعرض، هيدي عم بقلكن فيكن تحطوها بالشمس بس
تكون ممدودة مد، يعني على طاولة أو على خشبة أو على المنشر كمان فينا نمدها مد. وإذا لقينا كمان شحطتين بتكون كمان ممدودة مد بس بلا عصير بميتها. شوفوا قديش الأشياء دقيقة، وهيدي كلها أشياء نحنا ما بننتبه لها. كمان فينا نشوف كاريه قطعة منشورة وعاملين من فوق مثل شحطة، يا بتكون جوا هيك بهالطريقة يا بتكون عاملينها برات الكاريه. هيدي بتعني انه القطعة فينا ننشرها عادي، نشيلها من الغسالة وننشرها بس بالفي ما بدها شمس. هيدي التري فوق يعني عم بتقلكن بالفي. اوقات منشوف كمان دو تري مثل ما قلت لكم مع وحده من فوق، يعني منشيلها بميتها وبالفي. كمان زيت الشي اذا شفنا مثل ما قلت لكم ممدوده مد وعليها وشحطه من فوق، يعني لازم نمدها على المنشر او على طاوله وبالفي مش بالشمس. واذا شحطتين كمان ممدوده على الطاوله بس مش معصوره وبالفي. شوفوا قديش الشيء مهم، وعم بفكروا بكل شغله بهالاتيكيت حاطينها لحتى يفرجوكم عنا. يعني هيدي بالنسبه للاشياء للنشر، وهيك بكون عطيتكم كل الاشياء الليجو يلي بنشوفها على الاتيكيت. بس بدي ارجع اعيد اهم شيء، الاشياء يلي بنشوف عليها اكس يلي هي اوقات بيكون في الجرن وعليها الايد، يعني بدها تتغسل هون بيكون مرسوم ايد بدها تتغسل على الايد. اوقات بنشوف اكس يعني ما بتفوت بالغساله ابدا. اللوجو تبع الديكولوران او الاشياء اللي بنحطه للتبييض بيكون في اكس كمان ابدا ما بنستعمله. الاكس يلي بنشوفه على مثل ما قلت لكم الساش لانج او على النشافه الاكس يعني ما بتفوت الساش لانج. وفي كمان اخر شيء يلي قلت لكم عنه تبع المصبغه وعليه اكس كمان انه ما بتروح بمصبغه، فيكم تغسلوها على الغساله. وهيك بكون عطيتكم هاللوجويات. وكمان فينا نشوف مكواية مثل ما قلت لكم وعليها اكس، يعني كمان هيدي القطعه ما لازم ابدا تنكوى. هيدي بالنسبه للاتيكيت، ان شاء الله تكون هيك انفهمت. مره اعطيتكم اياها بس يمكن كانت شوي على السريع، اليوم حبيت اعطيكم اياها ارجع اراجعها لانه عم نحكي عن القماش عم نحكي عن التياب. وبعرف قديش صعب اوقات بنشتري قطعه بندفع حقها كثير وبنشوفها تبهدلت ان كان بالغسيل او بالكوي او يعني تعاملنا معها بطريقه غلط. في شغله قبل ما تخلص بعد حلقتي بدي احكي عنها، هي الكوي. اوقات كثير بنستعمل بيقولوا لها الباتموي يلي هي الشقفه القطن يلي بنحطها بين المكوايه وبين القماشه يلي عم نكوي. دائما دائما الباتموي شو الافانتاج تبعها؟ هي انه بتحافظ على الالوان الغامقه مثلا الاسود الكحلي البني، وبذات الوقت ما بتخلي القماش يلمع. في كتير اوقات بيقولوا هي بس كرمال ما القماش يلمع، بس كمان بتحافظ على الالوان الغامقه. يعني يمكن في قماشات تكون ما بتلمع بس سودا، حطوا باتموي او هيدي شقفه القطن يلي بنحطها بين المكوايه وبين القطعه. في كمان شيء كثير مهم بدي اقول لكم اياه يلي هو دائما خليها تكون ماشي. اذا بتلاقوها قطن بيضة ما في عليها درزات، لانه اوقات بنشيلها من تي شيرت بنقصها وبنستعملها، بدها تكون قطن ما لها خياطات لحتى ما تعلم على القطعه يلي على منكويها. كيف بنعمل؟ بنشيل هالشقفه بنحطها تحت الحنفيه بنفتح مية عليها بنرجع بنشيلها بنعصرها منيح وبنستعملها وبنحطها على القطع يلي بدنا نكويها، بتكون بين القطعه وبين المكويه.
كثير مهمة تعرفوا كيف هيدي الشقفة لازم نستعملها. كرمال اوقات كثير بنشوف يعني رجال لابسين هيك تقومه وبتحس هيدا الطقم البنطلون عم بتلمع، الجاكيت عم بتلمع، وبحال لمعت حتى لو تغسلت او انبعتت على المصبغه بضل هالتلميع موجود فيها وما بتكون ابدا حلوه ومش مقبوله. بقى دايما استعملوا لكان الباتمو يلي هي شقفه هالقطن يلي بنحطها بين البنطلون والمكوايه. في بعد كثير نصايح ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالحلقه. الوقت معكم هيك بيمرق بسرعه، اكيد افكار وافكار كتير ناطرتكم، نصايح كتير كمان بتفيدكم وقريبة دايما بقلكم لحياتكم اليومية. وآخر شي بقلكم تواصلوا معي على صفحتي على الفيسبوك يلي هي اسمها لفريب دروسلين، لأنه أوقات كتير بتغلبطوا بخملوا كور سورير، عملت له صفحة على الفيسبوك بس لفريب دروسلين دجا موجودة وصار عليها تقريبا بال 5500 ممبرز. قلت أنا ترجع أفتح صفحة جديدة وأقعد نقول الممبرز كلهم كتير صعب، لكن بتفوتوا على هالصفحة على الفيسبوك وبتواصل أنا وياكم، وإن الله راد كل الحلقات رح تنزل على هيدي الصفحة تقدروا ترجعوا أنتوا تعملوا تشيك أب عليها. وهيك بتكون حلقتنا لليوم خلصت، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الموضوع وانطروني بحلقات جاية. باي.